سير 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 واحنا معاك حتى التحرير، واحنا معاك حتى التحرير. سير ولا التحرير الاسير، الا التحرير الاسير. بدنا نعيش بصلب، بدنا نعيش بحرب. من اجل اوسع حراك شعبي داعم للحركه الاسير داخل السجون الاسرائيليه لاسنادهم في هذه المعركه، معركه الحريه والكرامه التي يخوضونها من اجل تحقيق الاهداف الحياتيه والانسانيه المقفوله بالقانون الدولي والانساني، والتي تدير اسرائيل لها الظهر في ظل صمت وسكوت هذا المجتمع الدولي. فهذا الحراك هو واحده من الوسائل الداعمه للحركه الاسير.